أمر وزير العدل الإدارة العامة لمأذون الأنكحة بوقف تصديق زواج القاصرة، ووجه بمساءلة مأذون الأنكحة الذي عقد نكاح لقاصرة مخالف نظام حماية الطفل. فتزويج القاصرات حتى وإن كان بموافقة القاصرة غير مقبول لافتقار الأطفال قبل بلوغ سن الرشد العقلي للقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، فكيف بقرار مصيري ترتبط به حياة الإنسان ببقية حياته، وغالبا تفشل هذه الزواجات وتنتهي بالانفصال أو تقع في دوامة المشكلات الأسرية. ينضم إلينا هاتفيا المستشار وأمين حقوق الإنسان الأستاذ خالد الفاخري. أستاذ خالد، مساء الخير، حياك الله. أستاذ خالد، تسمعني؟ أستاذ خالد، حياك الله معنا في الراصد. طيب، حتى يجهز الاتصال يعني الحديث عن هذه الإشكالية وما يتعلق بتنظيمها داخل المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بزواج القاصرات، تنظيم هذا الأمر بأن يكون بشكل قانوني وأن لا يكون طبعا دون إيجاد هذا الزواج بالنسبة بكل تأكيد هذه الفتاة القاصرة يعني الصغيرة في السن التي قد لا تدرك في ماهية هذا الزواج فيما قد يتسبب بإيجاد العديد من المشكلات. ينضم إلينا أيضا هاتفيا من الرياض الأستاذ خالد السليمان وهو الكاتب في صحيفة عكاظ. أستاذ خالد، حياك الله. هلا وسهلا، مرحبتين. يعني لو تحدثنا عن هذه الإشكالية فيما يتعلق بزواج القاصرات، القانون يمنع ذلك، الآن يوجد طبعا مأذون أنكحة قام بهذا الفعل، وزير العدل وجه بالمساءلة حول هذا الاتجاه، باعتقادك أنه نحتاج فعلا تفعيل للأنظمة بحيث أن لا يكون العمل فردي أو أن يكون العمل مركزي، إنما النظام من يمنع هذا؟ تفضل. هو الإشكالية اللي عندي أنا أنه المادة مطاطة في تحديد المرجعية في الموافقة على زواج القاصر، وهنا يعني لابد من أن يكون في قرار واضح أنه البنت أو الشاب عندما يكون في هذا العمر يحدد هذا العمر رقميا لا يمكن إتمام هذا الزواج، ولا أن نترك المسألة مطاطة بحيث أنه من يقيم أهلية الوالدين لإتمام مثل هذا الزواج. ولكن هي خطوة بلا شك أنها جيدة أنه المشرع وضعها يعني نوع من الحاجز الذي يمكن أن يوقف بعض الزيجات التي تتم على أسس أعراف معينة أو على فوارق سنية غير مقبولة. قد يستطيع كاتب الأنكحة أو المأذون الأنكحة أن يلجأ فيها إلى جهة قضائية لإيقافها. في زمان ما كان عنده صلاحية أنه يوقف مثل هذا الزيج، الآن أصبح لا عنده مرجعية أنه يستطيع أن يعود إليها حتى أن المحكمة هي التي تقرر إتمام هذا الزواج. الخطورة اللي هنا يا طويل العمر والشي أنه مثل هذه الأخبار، زواج البنات الصغيرات من رجال كبار في السن أو زواج صغار في السن، تنتقل إلى الصحافة العالمية، وهذه الأخبار تشوه صورة المملكة في الخارج. ونحن اليوم في ظروف جدا حساسة يتم استغلال فيها أي خبر ضد المملكة لتشويه صورتها والإساءة إليها، وبالتالي يجب أن نحن يعني نتحلى بمسؤولية. يعني القرارات الفردية لبعض أفراد المجتمع تتجاوز بكثير مصالحهم الشخصية، يجب أن نضع في الاعتبار الوطن وصورة الوطن والاستهداف الذي يتعرض له الوطن. ايضا بعض يعني القرارات وبعض الاحكام القضائيه يجب انه نضع في اعتبارنا عند اصدارها او هذا وتنشر في الصحافه ان لها صدى خارجي ليس صدى محلي فقط، كاحكام الجلد الغير مقبوله مثلا المبالغ في عددها او تنفيذ حتى بعض احكام الجلد العلنيه او تنفيذ بعض الاحكام، يجب انه احنا نضع في الاعتبار انه علنيتها هذه تضر بالمملكه وصورتها، وحتى نكون حذرين، يجب أن نتحلى بمسؤولية أكثر خاصة بهذه الظروف الحالية. الكاتب الصحفي الأستاذ خالد سليمان، شكرا لك لمداخلتك لوجهة نظرك. أيضا ينضم إلينا المستشار وأمين حقوق الإنسان الأستاذ خالد الفاخري، حياك الله أستاذ خالد. أهلا وسهلا، مساكم الله بكل خير.
دور الجمعية، جمعية حقوق الإنسان في مثل هذه المشكلات من ناحية الجانب التوعوي أو الجانب التفعيلي، ولي يعني خلينا نتحدث تحقيق الأنظمة وتطبيقها حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث؟ تفضل. طبعا جميعنا يعني اطلع على حالة طفلة اللي تم عقد يعني أو ابتداء عقد نكاحها من قبل أحد مدعو الأنكحة في تجاوز لنظام حماية الطفل، وما قام فيه وزير العدل مشكورا بإيقاف هذا العقد لتطبيق ما جاء في نظام حماية الطفل. نعم. لا شك أنه مثل هذا التصرف هو مخالف للأنظمة المعمول فيها المملكة، مخالف لاتفاقية حقوق الطفل المنظمة لها المملكة، وهذا في تجاوز لحقوق الطفل بالإضافة إلى حقوق الطفل في الإسلام اللي نصت على حماية الطفل من أي تجاوزات، نصت على توفير البيئة الآمنة للطفل، ونصت على احترام حقوق الطفل من أي تجاوزات أو استغلال، خاصة داخل محيط بعض الأسر اللي ترى في تزويج الأطفال في عمر صغير اللي هو بعضهم التكسب المادي، أو بعضهم الآخر يرى فيها اللي هو التنصل من المسؤوليات في تربية الطفل. دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مثل هالحالات طبعا قامت وزارة العدل مشكورة في المبادرة بوقف هذا التجاوز، وبالتالي الجهات الرقابية كالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان تكتفي ب يعني تدخل الجهة التنفيذية المعنية بمثل هالموضوع واتخاذ الإجراءات المطلوبة، ولكن يظل الدور الأساسي اللي هو التوعية والتثقيف، ويعني عمل مزيدا من نشر الأنظمة السارية على أرض الواقع اللي أصدرت بتوفير بيئة آمنة للطفل من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والبرامج الإعلامية. وبالمناسبة أنتم تشكرون على تخصيص هالموضوع في منبركم، وهو اللي بيساهم في توعية الأسر بالمحاذير النظامية في حال أقدم أي أحد على التفكير بتزويج طفل أقل من العمر النظام. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، المستشار وأمين حقوق الإنسان الأستاذ خالد الفاخري.